السلام عليكم سيدي، انا سميتي منوك عبد الحق، مزداد عام 1966، عندي 54 عام، في اسفي، ودابا حاليا كتسكن في الوطية طنطان، متزوج، عندي جوج بنات وبنت، مهنة تاعي بحار، مشروك مع رشيد الفكاك في واحد الفلوكه اللي سميتها الزيتوني جوج تحت رقم 11 13 43. انا سيادي راني جيت مكتف لهاد لانزاروطي ومكتفين شي مجرمين، علاش؟ وانتم سيادي تسمعوا علاش. انا سيادي واحد النهار نهار ستة في شهر 10 خاصهم البحرية، واحد كان خدام معايا مشى للباركوات، والاخر تا هو مشى للداخل قال لي باش نخدم كرامة، وبقيت بوحدي. وانا هبطت المرسى قلت له نمشي نشوف، لقيت شي بحرية اللي خدموا معايا، هبطت المرسى كادو تما ما شفت والو، وانا بغيت نطلع وانا نمشي عند الحاج مول الكروسة اللي كيدينا الحوت الماشي، قلت له ودي لا بالو لك شي بحرية ولا جوج صون عليا. وانا طلع الدار، طلع الدار تغديت لحقت ديك الجوج، وسع عليا الحاج قال لي ما هنا، ولقيت لك واحد البحريه وواحد فيهم قال لي فايت بحر معاك في 2011. قلت له الله يسخر، ولكن هاد الحاج هذا ما كيعرفش هاد الناس هادو، لقاهم تما بغى يضب على روسهم، هو ما عنده لا علاقه بهم، لقاهم تما شافهم سميتهم شاهدهم سولهم قال لي مودا كيفاش. يا هذيك عطاهم النمره ديالي صونوا عليا، قلت لهم تلعشوا وتلاقاو. انا مني تغدي وسميتو قلت ما عندي ما يدامش الناس، اللهم لا عيط عليهم سولهم كيفاش وشوفهم وسميتو، وانا صون عليهم جو عندي القهوه. قلت لهم سميتو، قال لي واحد فايت من البحر، قلت له ودي ماشي مشكل، قلت لهم دابا ان شاء الله غدا خصنا نفيقو بكري، انا عندي واحد الصندوق مهرس واحد شويه خصني نصوبو باش دخل واحد سميتو واحد ثلاثه السبيب وثلاثه النار. قال لي صافي. هذيك العشيه انا نهار 6 في الشهر هذيك العشيه هبط ما مشيت نعست، هبط عند الكا اللي في المصا كيبيع الصنار، خديت معدو 3×3 تاع السبيب كريدي والسميه تاع الصنار، جبتهم ديت المكازا حطيتهم، مشيت دبرت على المسمار صبت الصندوق قديتو باش غدا ان شاء الله نجي نلقى داكشي اللي سوادك. طلعت حياتي للدار، الصباح صونت عليهم نهار 7 شهر 10 صونت عليهم، جو عندي القهوة، فطرنا، هبطنا المرسى، هبطنا مشينا للمكازا، دخلنا دوك الخيوط، قادين المسيا تاعنا، مشيت عاوتاني للكال، جريت لوكا على الكال، درت لاكلاص، درت عيط على حيدة جاب ليا 700 كتوع السردين، درتهم في الكوربات، هوتهم تاهم الفلوكة، كانت عندي 65 تاع ليسانس، وجاب لي هذاك الدري مع الفكاك 65 اخرى و 30، هي ولات عندي 160 تاع ليسانس. طلعت الفوق عاوتاني جبت الكوزينه السكر وتو المسعيد، جبت كلشي على حساب باش ندير 3 ايام تاع البحر، المهم يومين 3 ايام تاع البحر. صافي ما كسينا حتى 6 تاع العشيه، يلا قايب الله من الحال خرجنا، درت ماش الماطر خرجت غادي على مولانا، يلا ضبط واحد تقريبا 21 دقيقة، هو يقول لي هذاك عالي سميتو قال لي ضرتني المعدة شدني القرن، هو يحس بها فمو ودا بحال كيبوه، المهم انا مشيت بوه عاد خرج راسه من لي ودا بحال كيبوه، قال لي ودي عندي شي دواء مخليه في الدار ومخرجو للطبيخ خصني نمشي نجيبو ورجعني للبر. ايه يا صافي رجعك البر، الدرس رجعت للشاريج، ربطت الفلوكه ديالي حدا الفلوكه اللي سميتها نادير، الرئيس كان طالع يتقدى شي حاجه وقال بحيث ما كينسلسيو، ربطتها قلت له شكون دابا سير، قال لي ودي خاصني باش نطلع، قلت له ودي دابا ما عنديش، اجي طلع معايا فوق الكال ندبر لك شي 20 مع شي واحد، طلعنا فوق الكال انا وياه ما بالياس محمد العساس، مشيت عنده قلت له ودي البحريه وفينا هو الله يعطيه شي 20 درهم، ابغي شي دواء ويجي تدخل ان شاء الله عطيه لك. صافي مسكين ضربي يدوز يبوز بلا شي ما عطاها ليه، طلع بحياته السيد، طلع ما كاينش واحد ربع ساعة ويجي وجا مع واحد آخر، قال لي هذا خصو يمشي يعاوننا، قلت لي دابا حنا ثلاثة هو، قال لي ماشي مشكل يمشي يعاوننا وسميتو، قلت لي أنا سياسي كيفاش كاش تفرق عليه أنا مولانا. صافي هذيك هبطوا بجوجهم، درت ماش الموتور تم يتخارج مع الباب،
يلا فت الفاروره تقريبا مشي 20 دقيقه ولا مطلع ساعه، ويقول لي هذاك هذاك بحال اخر سميت عبد واحد، قال لي مالنا قلت له ما، قال لي فلوكه كتدخل الماء، قلت له لا فلوكه ما كتدخل الماء، قال لي اجي طل فلوكه تشوف البروه فيها الماء. طريت الموتور طلقت منه ومشيت كنطل على 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 الفلوكه من البروه، هبط عنقي بحال ما كنطل في الطبالي ويقرطاني من عنقي، شدني قاطي من عنقي حتى بدخل يا روحي. الاخو هذاك علي الحداه هز بعضه من البروه كتفني من ليدي وكتفني من رجليا، هو طلقني الاخو من راسي، ملي طلقني من راسي تنفست وانا نقول اه يلا بغيت نغوت، وقال لي دير سكوت على فمو باش ما غوتش، وجايبين معهم سكوت دير سكوت على فمي. الاخو اللي حلي واحد جلاب على راسي قال لي صافي خليه هكاك باش ما يدوي ما يتكلم، قال لي شو تكلم ولا تدوي ولا تقول شي حاجه غنلوحوك للبحر، حنا الحبس حنا الحر قول نمشيو للحبس وحده من الزوج. قلت الله يرحم ولد اخويا لحوني في البر ودو فوق ودو الموطن لحوني عندي ولادي وكا وادي ومع الصير عليهم هادو مني، قال لي سكت وصافي. وانا نسمعو قال صاحبو قال ليه اتي فات التليفون، عطى التليفون ويصوني واحد زوج اخرين كاينين عند البلوك، هو مني طلع ديك الساعه تكلم معاهم قال لي مود لقاكم عند البلوك، عيط على واحد زوج قال لي ما يا وين انا من الحق حداكم اسني بالبيل تلاحوا الماء لزكم. هذاك الشيء وقع نيت مشى قرب حداهم تما البلوك، وديك الساعه البحر ميتو مع ميتو 10 بحال طايح قرب حدا البلوك كسمعوا قال لهم راه عوم عوم وتلاحوا تلاحوا، هما يتلاحوا الماء تلاحوا الماء عاموا طلعوا الفلوكه غا طلعوا الفلوكه، وانا نسمعوا قال صاحبو راه النقطه النقطه من التليفون هزوا لي جي بي سي عين من السطلة جايبين معهم النقطه ديال لانزوتي في التليفون، دخلوا النقطة في جي بي تاعي انا ويقول لها قال لي 290، قال صافي سي 290 عادي، هو هزاك الباتي ديالي انا هز باتي تاع الضو لاحو حيد ديك الروات هما لاحو هما يزو الطريق الليل كامل، وانا غادي مكتب بحال ما هكاك والنهار حتى لديك حتى لديك تبان لهم حتى بان لهم حتى لديك 5 تاع العشية تبان لهم الجراف ديال لانزالوطي، امي فرحوا وطلعوا كيتعانقوا بعضياتهم وكيسبوا وكيهضروا سميتوا هذا الفيديو راه كاين وغتشوفوا في الاخر ملي غتساهم من الهضره غيشوفوا. انا واحد السيد الله يرحم والديهم وشي ناس راهم اللي عاونوا في هذا الفيديو تحايدوا لهم، بقاو هي هذيك بقاو كيضحكوا سميتوا وداروا هذا الفيديو ويمشي لي مشى لي داك عالي السطله ويجبد لي كارت كيشي ويجبد لي البورتابل ويجبد لي لاكارت ناسيونال لحميه البحر، ما خلى لي والو ما خليو حتى حاجه، انا هاد الحوايج لابس هاد الصايد الاحمر ما عطيهم لي حتى من الكراسن عطيني الكراسن عطيني الصباط عطيني التريكو عطيني كل شيء ما خلاو لي حتى حاجه. صافي جينا دخلنا بقاتنا شي 20 دقيقه وهما يجوا اصحاب سميتو الجمعيه ديال الصليب الاحمر جاو هزونا طلعونا يلا هبطنا، ويقول لي شوف الا قلتي البوليس شي حاجه غالب كامل حنا بخمسه غنتفاهموا عليك وغنقولوا للبوليس بانه هو عاطينك منيول لواحد وانت اللي جبتينا غنمشي 10 سنين تاع الحبس خلعوني. وانا سكت ما تلقيت والو، وانا دابا ما نسمحش هذوك الناس دابا اللي في طنطا اللي كيقولوا عليا راه حرق البحريه وشي تيقول راه دا الحشيش واش انا لبوت الحرق البحريه. انا نقول صاحبي مشروك مع سيدي خلصني من ديك الفلوكه عطيني نص تاعي كيما دا مع داك المحيب ما مكتم معاه كاع وبني بغى نصو داو ليه 50 مليون عندي عندي تنايا هو عنده 40 كراش وصندوق شعره وتنا عندي 40 كراش صندوق شعره جماطه جماطه بحال بحال تنا سيني شن معدو انا 25 مليون نخليهم ماين الدار ونقول لي عطيني فلوكه وخرج احسن من هذيك انا كاع والماط احسن من هذوك اللي عندي والعمره تنا بالبشر قدام ولكن ما نقدرش نخلي ولادي ونمشيو الغامض داك الشيء. ولكن دابا راه البارح جو عندنا البوليس هذيك الفيديو واحد السيد صيفطو لواحد السيد مع سميتو مع الصليب الاحمر عطاه ليه وهذيك مع الصليب الاحمر مشى صيفطو للبوليس وجو عندنا البوليس البارح والسيد عاوني ومشيت قلت الاقوال ديالي ورجعوا لي هما دوهم كاملين هما دابا في كوميساريه وانا دابا تلقوني راني دابا مريح مع الناس هنا في السونتر هما راهم في كوميساريه وقيل قريبا شي ايامات وغادي نمشي للمحكمه. ومن البارح ملي كنت عندهم كوميساريه جا عندي كوميسير ديال لانزاوتي قال لي شوف وليدي انت دابا ما تخاف والو، قلت له ودي انا دابا هذاك السيد اللي مشوك معاه راه بغى يخرج فلوكتو وقال لي ودي فلوكتو مشى ليا وداك الروح دار المحكمه وكيفاش، قال لي شوف انا غنقيد رابول وغادي صيفطو للمغرب البوليس تاع المغرب وغادي نقول لهم هذا السيد راه جا عندنا مكتف هنايا راه بريء
وما تخاف والو. قال لي دابا تبغيتي واش بغيت تبقى هنا ولا بغيت تمشي للمغرب؟ قلت له ودي انا عندي ولادي وما كاين اللي صايع عليهم وانا عندي 54 عام ما تيش ديال الغربه، خصني نمشي حدا ولادي نريح حداهم تم. انا مط لا بغيت هكا استعمى نلقى ولدي ولا بنتي يعطي لي. قال لي صافي كون هاني صافي وجيت حالاتي والسلام عليكم. كطلب ساكن طان 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 ما يبقاوش يقولوا راه تحرق البحريه راه دا الحشيشه، ولكن ان شاء الله ملي غادي يجي غادي تجي معايا البراءه تاعي. غادي تبان البراءه تاعي وقول للناس الله يكثر خيرهم بحال العوينه بحال الريوي بحال الخروبيه. كنسمع انا تا كنتكلم مع مداك يقول هاد الناس واقفين معاك وشحال من واحد كاع اللي واقف معايا وكل جيم زيتي الله يرحم والديه والله يكثر خيره. وهادوك الناس اللي كيروك حلو فيهم تقول لهم ما انه راه دا الحشيش ودا البحريه راه ما سمحش ليهم هادوك الناس انايا.